الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا وساءة وإذا بولدي الحسن السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء ودنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك
السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا رسولي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي محمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب ما حاربهم. وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا ولا شمسا مزيئا ولا فلكا يدور ولا يجري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيتي
النبوة ومعدن الرسالة أم فاطمة وأبوها وبعضها فقال الله قد عزمت لك فتى الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله لا يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام أقول لك وعزتي ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أزلتكم فاستأذنوا رسول الله فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم فقال علي لأبي يا رسول الله يخبر لما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل حافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي السلام إذا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعث حق نبيا واصطفاني بالرسالة النجاة ذكر خبرنا هذا محفل من محافل أهل وفي جمع من شيعة محبينا إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علي عليه السلام وسعدوا الآخرة ورب الكعبة سورة فاتحة پڑھ لیجئے جناب قاسم علی حسین کے لیے
بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند ترین صلوات اللهم صل جناب قاسم ابن حسن کے عاشق تھے جناب قاسم ابن حسن کے عاشق تھے جلد میں اپنا مکان پائے جناب قاسم اور صلہ ملے گا یہ قاسم شرمے حسین گلے سے گے ہائے وری حسن حسین گلے سے انہیں لگائیں گے محمد وقت محمد صلوات کلام پیش کروں گا مگر خاص میری جان بھی نثار ہے سماعتوں کی آپ لہجہ کر رہا ہوں اپنے بھرپور مظاہرہ کیجیے گا مل کر بولے علی 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 میری جان نثار ہے مل کر گئے علی بے میری بھی نثار ہے ولایت علی بے میری جان بھی نثار ہے علی سے کل بھی پیار تھا علی سے اب بھی پیار ہے جی ولایت علی بے میری علی کا جو ہے مرتبہ خدا نے وہ عطا علی کا جو ہے مرتبہ نے وہ عطا کیا مرتبہ خدا بیمار ہے ہدایت جی سلام سار ہے ولایا علی سے پیار تھا علی سے اب بھی پیار ہے ولایت علی میری جان جد ہے علی دوا شفا ملے گی کیوں سے وہ ہے مریض نا دوا شفا ملے گی کیوں سے حسن کو مرتضی کے بخس کا بخار ہے
ولایت علی به میری جان جیه ولایت علی به میری جان بی نثار ہے وہ جس نے مشکلات میں علی کا نام لے لیا کہ مشکلوں میں اس کا پیار ہے ولایت علی میری جان نثار ہے ولایت علی میری جان نثار ہے ولایت علی میری جان آپ کی نظر کر رہا ہوں آخری دو اشعار کی عبادت ہے سنو سنو اے مومنو لہد کے ہر عذاب سے اے مومنو لہد کے ہر عذاب علی پہ ہمیں علی پہ اعتبار علی اعتبار ہے ولایت علی پہ میری نثار ہے پھر منیم کے ہاں دھڑوں سے منافقین بڑا ہی خوف ہے مرتضی کا وار ہے مختار آپ کی نظر کر رہا ہوں علی ہے عاشق علی ہے ناصر نبی علی ہے عاشق نبی علی ہے ناصر نبی علی ہے مظہر خدا یہ رب کا افتخار ہے ولایت علی میری جان نثار ہے ولایت علی میری جان نثار ہے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ نظر شہداء کی حسین علی نے اختر حسین کی نیت حسین دی صدا
گئے اکبر کا ذکر علی ہوتا ذکر علی جب ہوتا ہے زبان پر جب ہوتا ہے ذکر علی جب ہوتا ہے زبان پر جبریل کے آسمان پر ارے میرے پیش کرو وفا محمد سے کر گئے ہوتے جو آل سے کر گئے